تعرفنا على الالدهيدات والكيتونات وان الزمره الوظيفيه المشتركه بينهما هي الزمره الكربونيليه يمكن للدهيدات ان ترتبط بذرتين من الهيدروجين ويمكن ان ترتبط بجذر الكيلي مع هيدروجين اما الكيتونات فهي حصرا سوف ترتبط مع جذرين الكيليين يعني. ايضا يمكن ان تكون هذه الكيتونات متناظره ويمكن ان تكون غير متناظره اما بالنسبه للتفاعلات فالتفاعل المميز بين الالدهيدات والكيتونات كان للاكسده حيث يمكن ان نميز بين محلول الالدهيد ومحلول الكيتون، بالاضافه الى معرفتنا للخصائص الفيزيائيه من ارتفاع درجه الغليان للاغوال وارتفاع درجه الغليان للالدهيدات والكيتونات مقارنه مع الالكانات الموافقه لها بعدد الذرات. من كل ما تعرفنا عليه سابقا يجب ان نجري بعض التطبيقات لمعرفه امكانياتنا في تحديد كل من الالدهيد والكيتون والتمييز بينهما. لننتقل الان الى هذه التطبيقات. التطبيقات سوف نبدا ب ان نكتب الصيغه النصف منشوره للمركبات الاتيه ثم نسميها وفق قواعد الايوباك لاحظوا زمره هيكليه سوف نكتب الصيغه النصف منشوره لها سوف نعد ذرات الكربون واحد اثنان ثلاث اربع ذرات من الكربون هي السلسله الاطول فنبدا بالشكل واحد اثنان ثلاث اربع ذرات من الكربون الزمره الوظيفيه في مكانها ثم المتبادل الميتيلي هو عبارة عن اتش 3 كيف سوف نسمي؟ نبدأ التسمية من الزمرة الموجودة في الطرف الأخير وهو عبارة عن بداية السلسلة هنا فهو عبارة عن الألدهيد واحد اثنان ثلاثة أربعة هو عبارة عن أربع ذرات من الكربون فهو عبارة عن بوتان وعلى ذرة الكربون الثانية موجود جزر ميتيلي فهو عبارة عن 2 ميتيل البوتانال زمرة أخرى صيغة هيكلية هي عبارة عن واحد اثنان ثلاث ذرات الكربون الثالثة هناك متبادلات فنبدأ بالصيغة بالشكل الآتي أربع ذرات من الكربون واحد اثنان ثلاثة أربعة هنا نضع الزمرة الوظيفية ذرة البروم والمتبادل الميتيلي ثم نكمل ذرات الهيدروجين بحيث تحقق ذرة كربون أربع روابط مشتركة أحادية فتكون التسمية هي عبارة عن اثنين برومو أيضا لاحظوا هنا الزمره الوظيفيه الكربونيه لا تقع في طرف السلسله وانما هي في موضع هي اقرب الى هذا الطرف لذلك حصريا سوف نبدا ترقيم الطرف الآخر الكربونيه برغم من وجود مجموعه من المتبادلات بالطرف الاخر لذلك اولا سوف نكتب الصيغه النصف منشوره وتكون بالشكل CH3 CH2 C لاحظوا هنا متبادل هو الكلور ومتبادل هو الجزر الميتيلي ثم CO الزمره الوظيفيه ثم تكمله الز... تكملة السلسلة والزمرة المتبادلة التي هي الجزر الميتيلي الآن الاسم سوف يكون على ذرة الكربون أربعة هو هناك كلور وهو الأسبق في التسمية ثم على ذرة الكربون الثانية والرابعة أيضا لدينا متبادل هو ميتيلي فيكون لدينا 2.4 ثنائي متيل الهكسان ثلاثة وون هو عبارة عن اسم هذا المركب الكيتوني الآن سوف ننتقل إلى صيغة أخرى لهذا النمط من الأسئلة وهو عبارة عن اكتب الصيغة الهيكلية للمركبات الآتية الآن فقط الصيغة الهيكلية 3 ميثيل هيكسان 2 وول لمن يصعب عليه كتابة الصيغة الهيكلية يمكن أن يكتب الصيغة النصف منشورة ثم يعود ويكتب الصيغة الهيكلية على اعتبار أن كل رأس يمثل ذرات كربون لدينا هيكسان لدينا ست رؤوس كما يلي واحد اثنان ثلاثة اربعة خمس ست رؤوس على الراس الثاني او على زرة الكربون الثانيه موجود المتبادل سي او او الزمره الوظيفيه سي او نستطيع ان نختار اما هذه الذره او هذه الذره ونحن في البدايه الان لذلك يمكن ان نختار اي من الطرفين ونضع زمره السي او الكربونيه الان لدينا هنا اخذ رقم اثنان فالذره الثالثه سوف تاخذ جذر ميتيلي اذا سوف يكون لدينا هنا جذر ميتيلي فيكون هذه الصيغه هي تمثل 3 ميتيل هكسان 2 اون ناخذ مركب اخر 3 3 ثنائي ميتيل بوتانال اذا هو من الالدهيدات ف لدينا أربع ذرات من الكربون لدينا على آه الذرة رقم ثلاثة متبادلين الآن بما أنه من الالدهيدات فتقع الزمرة الوظيفية في طرف السلسلة وتأخذ رقم واحد الآن سوف نعد ابتداء من هذه الزمرة الوظيفية ثلاث واحد اثنان ثلاث فتكون المتبادلات موجودة هنا وهما اثنان فيكون بالشكل الآتي وهي عبارة عن الصيغة الهيكلية لثلاثة ثلاثة ثنائي ميتيل بوتانال اثنين كلورو بروبانال الآن البروبان وهو ثلاث ذرات من الكربون واحد اثنان ثلاث على ذره الكربون الثانيه توجد الكلور وبما انه من الالدهيدات فيجب ان نضع على احد طرفي السلسله الزمره الوظيفيه اذا سوف يصبح الكلور على الذره هنا فيكون لدينا هو عباره عن اثنين كلورو بروبانال. ننتقل الان إلى سؤال آخر وهذا السؤال كان قد ساعدنا في موازنة معادلات الأكسدة والإرجاع في استخدام كل من كاشف تولن وكاشف فهلنج بالإضافة إلى ثاني كرومات البوتاسيوم والسؤال يتحدث عن موازنة لمعادلة أكسدة وإرجاع في وسط حمضي ثم يجب أن نحدد نصف تفاعل الأكسدة ونصف تفاعل الإرجاع ثم العامل المؤكسد والعامل المرجع وهنا تذكرة بما أخذنا سابقا لاحظوا الالدهيد الذي يتفاعل مع ايون البارامنجانات سوف يعطي حمض كربوكسيلي بالاضافه الى ايون ام ان زائد 2. نحدد اولا نصف تفاعل الاكسده ونصف تفاعل الارجاع. تفاعل الارجاع هو عباره عن ام ان او 4 ناقص 1 عم يعطي ام ان زائد 2 وهو عباره عن تفاعل ارجاع لانخفاض عدد أكسدة الـ MN طبعا بالحساب سوف يكون MN عدد أكسدته زائد سبعة سوف ينخفض إلى زائد اثنين فهو عبارة عن تفاعل إرجاع لنوازن هذا التفاعل عن طريق أنصاف التفاعل نلاحظ هنا أربع آه ذرات من الأكسجين سوف يحتاج إلى إضافة للطرف الفقير بالأكسجين أربع جزيئات من الماء ثم نضيف إلى الطرف الآخر ما أضفناه من الهيدروجينات وهو يجب أن يكون ثمانية أيون. موجب من الهيدروجين ثم بعد موازنه الكتله بالاكسجين والهيدروجين سوف نوازن الشحنه زائد 8 ناقص 1 بينما هنا زائد 2 اذا بالمجموع سوف يكون لدينا سبع ايونات موجبه بينما هنا لدينا ايونين موجبين لكي نوازن سوف تتم عمليه الموازنه باضافه الالكترونات فسوف نضيف الى هذا الطرف خمسه الكترون لتصبح الشحنه بكلا الطرفين هي عباره عن زائد 2 ننتقل إلى نصف التفاعل الآخر وهو نصف تفاعل الأكسدة، الالدهيد الذي تأكسد إلى الحمض الكربوكسيلي فهو نصف تفاعل أكسدة. الطرف الفقير بالأكسجين هو عبارة عن الطرف الأول وبعدد ذرة أكسجين واحدة لذلك نضيف جزيئات ماء. إلى الطرف الآخر هنا سوف نعد الهيدروجينات. هنا لدينا ثلاث هيدروجينات بينما هون لدينا هيدروجينة واحدة فقط فعملية الإضافة تتم بإضافة ايونين من الهيدروجين ثم موازنه الشحنه الطرف الاول شحنته صفر معدومه والطرف الثاني شحنته زائد 2 اذا يجب ان نضيف زوج من الالكترونات الان بمعادله الاكسده والارجاع نوحد الامثال التفاعليه اي امثال الالكترونات خمسة الكترون 2 الكترون فنضرب المعادله الاولى ب2 والمعادله الثانيه ب فيصبح لدينا بالضرب الاولى المعادله الاولى وبضرب المعادله الثانيه سوف نحصل على المعادلة الاتية، بالنسبة للأولى 10 الكترون و16 ايون من الهيدروجين، 2 من برماجانات المغنيزيوم، بالإضافة إلى 2 أم أن زائد 2 و8 جزيئات من الماء، التفاعل الثاني 5 آر سي إتش أو من الألدهيد، 5 إتش 2 أو و5 جزيئات من الحمض الكربوكسيلي، 10 ايونات هيدروجين و10 الكترونات، بعملية الجمع مع اختصار الأعداد الإلكترونية من الطرف الأول والطرف الثاني، ثم يبقى لدينا 16 هيدروجين مع 10 هيدروجينات سوف يبقى لدينا 8 هيدروجين بالط 16 مع 10 هيدروجينات سوف يبقى لدينا 6 هيدروجينات بالطرف الاول ولدينا ايضا من الاختصار بجزيئات الماء 8 H2O مع 5 H2O سوف يبقى لدينا بالطرف الثاني 3 جزيئات من الماء ثم تنزل بقيه العناصر أو المركبات كما هي وفق المعادلة الآتية فتنتج لدينا معادلة الأكسدة والإرجاع موزونة باستخدام طريقة أنصاف التفاعل يمكن استخدام طريقة أعداد الأكسدة أما العامل المؤكسد فهو عبارة عن MnO4-1 والذي أرجع أما العامل المرجع فهو RCHO الذي تأكسد الآن سوف نمرر بخار غول اولي يعني على مسحوق النحاس المسخن الى درجة 300 درجة سيليسيوس فيتشكل 2.2 جرام من الالدهيد ثم يعامل هذا الالدهيد مع كمية كافية من محلول تولن فيتشكل راسب كتلته 10.8 جرام اذا حضرنا الالدهيدات ثم فعلنا الالدهيد واكسدناه الى الحمض الكربوكسيلي الموافق فبالتالي المطلوب اكتب المعادلتين المعبرتين عن التفاعلين الحاصلين التفاعل الاول هو عباره عن تفاعل تحضير الألدهيد من الغول الاولي RCH2OH عم يعطيني RCHO H2 التفاعل الثاني هو عباره عن تفاعل اكسدي بوجود محلول تولن للألدهيد ليعطي الحمض الكربوكسيلي الموافق بالاضافه الى ترسب مرآة الفضه وتشكل جزيء الماء هذه هي كانت المعادلات طبعا والمعادلات هنا موزونة وليست بحاجة إلى موازنة طلب الثاني من التطبيق أن نحسب الكتلة المولية لكل من الألدهيد والغول المطلوب حساب الكتلة المولية للألدهيد والغول سوف نبتدئ بالمعادلة الثانية لوجود المعطيات لدي فيها فنكتب المعادلة الثانية مرة أخرى المتوفر من المعادلة الثانية هو عباره عن كتله الراسب ايضا متوفر لدينا كتله الالدهيد والمطلوب هنا معرفه الكتله الموليه لكل من الالدهيد والغول اذا الكتله الموليه للالدهيد هي عباره عن ام مجهوله والذي تشكل لدينا هو 2 ار جي والار جي ككتله ذريه هي 108 جرام للمول فبالتالي سوف يكون لدينا 2 ضرب 108 هي 2.216 جرام اما الذي تشكل هو 2.2 من الالدهيد ولدينا 10.8 جرام من الراسب المتشكل فنحسب ام الكتله الموليه للالدهيد هي عباره عن 44 جرام للمول هي عباره عن الكتله الموليه فتكون كتلة الغول ار سي اتش او هي 44 جرام للمول فلدينا 12 جرام 1 جرام هي 13 جرام مع 16 لدينا 29 جرام من ال 44 سوف يصبح لدينا 15 جرام هي كتلة الجزر الالكيلي وبما ان الغول هو عبارة عن ار سي اتش 2 او اتش تكتب هذه الصيغة وتضاف ال 15 جرام الى كل من CH2 او اتش فتصبح بالشكل 15 هي كتله الجذر الالكيلي c C12 وزائد 2 هي 14، O16 والهيدروجين 1 فتصبح كتله الغول هي عباره عن 46 جرام للمول الواحد هي عباره عن الكتله الموليه لهذا الغول. اما الطلب الاخير فهي عباره عن استنتاج الصيغه النصف منشوره لكل من الالدهيد والغول، ثم اكتب اسم كل منهما. اذا نبتدئ بأن لدينا الجزر الألكيلي هو عبارة عن 15 جرام والجزر الألكيلي هو يأتي من الألكانات بإنقاصها هيدروجينة واحد فإذا كانت صيغة الألكانات هي عبارة عن CnH2n زائد 2 فإن صيغة الجزر الألكيلي هي عبارة عن CnH2n زائد 1 وهي تساوي ال 15 جرام بالتعويض عن كل جزر عن كل ذرة بكتلتها المولية سوف يكون لدينا 12n زائد 2 ان زائد 1 تساوي 15 بحل معادله بسيطه من المرتبه الاولى طرفا لطرف سوف يكون لدينا ان تساوي الواحد اذا كانت لدينا ان تساوي الواحد والجذر الالكيلي هو عباره عن هذا الصيغه العامة له فبالتالي سوف يكون لدينا سي 1 اتش 2 زائد 1 اي سي اتش 3 هو عباره عن الجذر الميتيلي الان سنستطيع استنتاج صيغه كل من الالدهيد والغول rch 2 oh هي عبارة عن صيغة عامة للغول الأولي، بالتعويض عن R 3 سوف يصبح لدينا CH3 CH2OH ذرتين من الكربون فهو عبارة عن الإيتان ووجود ال OH فهو من الأغوال إذا الإيثانول. الصيغة العامة للإلدهيدات هي عبارة عن CHO وبالتالي نستطيع أن نعوض مكان R 3 فتصبح CH3 CHO أيضا ذرتين من الكربون فتصبح الصيغه للالدهيدات هي الايتانال. بهذه الطريقه نكون قد تعرفنا على جميع ما يخص الالدهيدات والكيتونات من الخواص الفيزيائيه الى الخواص الكيميائيه الى تسميه كل من الالدهيد والكيتون وكيف نستطيع ان نميز بينهما. علما ان كاشف فهلينغ يمكن أن يستخدم ليس فقط للتمييز بين الألدهيدات والكيتونات وإنما لتحديد كمية الألدهيد نتيجة تشكل الراسب الناتج عن كشفه بكاشف ذهلك